بسم الله. لو انا دلوقتي عندي طاقة ريكتانجل بالشكل دوت، تمام، وعايز ابدا احط دائري، ممكن في الاول ان انا اجي الغي الاتشر الراو من هنا، وبعد كده بدخل على الراوند ببدا اقول له انا عايز اخد منك وصلة فرعية، وليكن مثلا ديت، بحدد المقاس اللي انا هبدأ ارسم منه، وابدأ احدد الوسط الفرعي دي هتبقى موجودة فين. اوكي، بعد كده هقول له انا عايز ابدأ ارسم بايب، فبيبدأ يرسم البايب بالشكل دوت، عايز ارسم كوع بيرسمه بالشكل دوت، وهكذا. طيب لو انا عايز ابدأ احط اي اللاين اكيوبمنت زي مثلا فاير دمبر، فوليوم دمبر، اي حاجة من الحاجات ديت، اجي هنا اقول له رايت كليك واقول له انا عايز تيك اوف مثلا، تمام اهيت، وبعد كده بحدد هيبقى موجود على انا دكت، وبعد كده احدد المكان بتاعه بالظبط هيبقى موجود فين بالشكل ده. ممكن برضو اي واحدة فيهم تختار اهوت، وتبدأ تختار انت عايز يبقى موجود في اي جزء من الدكت، هو على طول بيروح قاسم الدكت نصين قبل الأداء أو بعد الأداء.